الا الزمالك. ايه رايك في النادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ شايف الدنيا ازاي؟ حلو والله الزمالك ماله. ايه رايك في الزمالك كده طيب كده؟ او بصفه سؤال عامه عام قوي احمد. سؤال عام قوي وعايز كلام كتير جدا، لان نادي الزمالك في اكتر من شق. لو اتكلمنا فنيا هتلاقي وزي جوميز بيشرك الشباب وناس كتير ليها اراء كتير. هتلاقي على صعيد مثلا التنظيم، واحنا ما شاء الله في التنظيم والناس المسؤولين عن تنظيم بطولات كره القدم في اتحاد الكوره حدث ولا حرج. هتلاقي الكاس بيلحم في الدوري وقصه حزينه. خلينا الاول نتكلم في القصه الحزينه دي، شوف رؤيتك وايه الحلول اللي ممكن نوصل لها. ان الزمالك ما وافقش على المواعيد بتاعه كاس مصر، شايف الامر ده ازاي؟ الزمالك موافق على المشاركه ولا ما وافقش على المواعيد؟ صحيح. وده هيجرني لحاجه اصلا سابقه ومش هلوم فيها 100% الاداره بس او النادي الزمالك بس، كمان هلوم فيها الجماهير. يعني الجماهير ضغطت في الحته دي. انا ما بشوفش في فارق كبير ما بين المركز الخامس ولا المركز الرابع. المركز الثالث شويه يعني على اعتبار ان انت منافسين حققوا مركز الثالث ثاني، فمحدش يقدر يعني يقعد يعايرك بالمركز الثالث او الكلام ده. لكن في النهايه تاريخيا يعني مش هيكون، انا عمري ما احب اشوف الزمالك الا في على القمه يعني. صحيح. عشان بس محد الناس تبقى مفرقه. بس لو انا اشتري الموسم الجاي واشتري راحتي في للموسم الجاي ومنافستي على الموسم الجاي، وكنت هتحط في موضوع الكاس ده كمان مقابل ان انا رابع ولا خامس، لا طبعا. انا كنت المفروض اللعيبه دي مش بس تريح، في بعض اللاعبين زي عبد الله السعيد او ناصر ماهر او غيرهم، دول مش بس كانوا يريحوا في بعض المباريات، ده يطلعوا على الساحل. الناس دي تطلع الساحل تستجم ويتفرجوا على ماتشات الزمالك من هناك. أيوة. انت انا عايز اللعيبه دي السنه الجايه، مش عايزهم يبقوا قاعدين حتى وهم على الدكه، هم مستنفرين، هم بيتدربوا كل يوم، هم قاعدين ما خرجوش من حاله الكوره دي. لازم يريح اللاعب، يريح نفسه ذهنيا تماما، وما يحصلش فيه اللي بيحصل فينا احنا. احنا قاعدين صيف كامل عمالين نطلع من اليورو على الاولمبياد وفي نص الدوري المصري وما ارتحناش، ارتحناش ذهنيا لغايه لما واحد ساعات يعني عمال يفكر ان الدوري الانجليزي والدوري الاسباني هيبدا الاسبوع الجاي واحنا مش طايق. شوف الكوره الشامبيون شيب في انجلترا بدا اول امبارح. فاللعيبه محتاجه ذهنيا قبل بدنيا ان هي تفصل شويه من الكوره. فالضغط اللي حصل ده خلى انا في رايي منع القرار ده. جوزيه جوميز في البدايه كان عنده القصه دي. وانا عايز اقول للناس بالمناسبه، هو جوزيه جوميز، بلاش جوزيه جوميز ده اخوان النبي، هو الراجل اسمه جوزيه. يا استاذ يعني ده في خوسيه جوميز. خوسيه دي بقى اسباني، هو الراجل برتغالي. جوميز فجوزيه ماشي جوميز ماشيين يعني الناس ماشيه تمام. ماشي الدنيا فلكن فهو جوميز انا بحب جوميز جدا، واحنا بدانا من ساعه معاه وقعدنا فتره كويسين جدا. وانا نصحت الناس نصيحه واضحه يعني، قلت لهم يا جماعه ما حدش يركز مع مستويات اللعيبه دلوقتي. لا يمكن ابدا ان انت تطلع من لعيب ال 100% بتاعته ولا حتى 80% بتاعته في هذه الاجواء، سواء اجواء صعبه جدا كحر، اجواء صعبه جدا كدوافع، اجواء صعبه جدا على مستوى ان احيانا بعض اللعيبه بتريح، فصعب جدا ان انت تاخد مستوى كبير من بعض اللاعبين الاخرين الاساسيين اللي بيلعبوا. فما تركزش مع اللاعب، انا برضو عشان واضح مش ما تقعدش تسيبها كده للاعب صايصه، لا ركز، ما تركزش مع اللاعب اللي اثبت جداره وما تراجعش مستواه في الفتره الاولى اللي مع جوزيه جوميز، او اللي بالعكس ده ممكن في لعيبه لعيبه عالي مستواها. على سبيل المثال دونجا مثلا، دونجا كان سيء جدا قبل فتره جوزيه جوميز، فعلا سيء ومستواه كان منحدر جدا. اول بدا مع فتره جوزيه جوميز كان ماشي بشكل كويس قوي، قدم كونفدراليه هايله وقدم عده مباريات كبيره في الدوري ومنها مباراه الاهلي، يعني كان ممتاز هايل. دونجا تراجع مستواه بشكل كبير، مش هفهم اللوم خالص، بس وانا بلومه يعني بعرف انه برضه في اسباب او على الاقل في مبرر، فاهم قصدي؟ لكن في لعيبه هي اصلا محتاجه هي تثبت دوافعها ومحتاجه عشان خاطر تكمل في الفرقه، لو مستواها متراجع انا ما عنديش، يا مرحميني بقى خلصنا يعني. خلاص خدت كل الفرص المتاحه، الفريق بدون ضغوط بقى يعني، احنا هنا بنقول بدون دوافع، لكن انت عندك كل الدوافع لكن بدون ضغوط، لو ما قدمتش مستوى كبير هيبقى منتظر امتى؟ في الفتره دي انا في رايي كان الزمالك محتاج ان هو تكون فتره تجريبيه تامه، مجرد المدرب بيشوف مين هيكمل معاه في الفريق ومين اوريدي حسم امره، اللي حسم امره يطلع الساحل خلاص. او يطلع على العالمين، مش انت كل يوم بتبثوا من العالمين خلاص، يطلع على العالمين او يطلع على اوروبا يعني، يروح في المكان اللي هو عايزه يعني. لا لا العالمين الجديده، العالمين يروح العالمين يروح ينبس بالظبط كده، شواطئ رائعه طبعا. حلو يا عم. اما الباقي فسواء ناشئين او لعيبه ما اثبتتش وجودها ينورون هنا ويدافعوا عن اسم الزمالك زيهم زي اللعيبه الكبيره. مع التأكيد في حاجة، إن الناس لما كان الزمالك في المركز الثامن والتاسع
والناس كانت متخوفه جدا. كنت بقول لهم يا جماعه معلش، مع كامل الاحترام لكل الفرق اللي الزمالك بيحاول ان هو يعني يلعب قدامها او مش ضدها قصدي، بينافسها على مركز ثالث او رابع وكده، يعني الفرق دي بتخسر نقط كتير يا احمد. يعني احنا مش بتنافس في اللحظه دي بيراميدز او الاهلي اللي هي فرق زيها زي الزمالك في الوضع الطبيعي ما بتخسرش نقط كتير، تمام؟ فانت كسبت ماتشين وخسرت ماتش، يعني ما انا زي ما قلت لك ما اقبلش خساره للزمالك، ما احبهاش. خسرت ماتشين وخسرت ماتش، انت هتوصل للفرق دي برضه، انت فاهم قصدي؟ فالمعدل ده كان طبيعي. احنا بس اللي حصل الفوره دي بعد ما خسرنا مباراه المقاولين، اعتقد مباراه، لا ممكن قبل المباراه، واحنا في مباراه عدلناها او مباراه التعادل بتاع بلديه المحله، تعادل بتاع بلديه المحله ده، انت لو صبرت شويه كنت هتلاقي، انت كنت قبلها كسبان ماتشين، المجرد التعادل مع بلديه خلى الدنيا الناس خلاص ازاي وانا لاعب زمالك بلعب الاساسيين ودافع عن اسم الزمالك، كلنا نحب اسم الزمالك عادي، بس كلنا نحب يبقى نظرتنا. كان في مطالبات جعيد. كمان ان جوزيه لا لا ده ده انا بقول لك محدش ركز مع اللعيبه احيانا، هركز مع مدرب اللي هو بيستخدم. لا يا جماعه لا، الراجل اثبت جداره كبيره جدا، الراجل نقلنا من لعب. اصل بص احنا لو وقت اوسوريو خلينا يعني نرجع نرجع الناس ونفكرهم، بس عشان الناس ساعات بتنسى وغصب عنها يعني. الناس عايزه، انا 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 بلوم اعاتب الناس بس ما لومش الناس، يعني الناس بس ممكن الناس تنسى اعاتبهم على اللوم، اعاتبهم اسف على النسيان، لكن ما لومهمش لان هم في النهايه عشان انا عارف ان هم عايزين الزمالك احسن وخلاص. مليون في المية. احنا فتره اوسوريو، بس لو انت قارنت اوسوريو بقارنت بجوزيه جوميز هتلاقي فرق كبير قوي. اوسوريو كان راجل انا نازل هاجم بدون عمل حساب للدفاع، يا فرحتي يعني، يا فرحتي وانا بهاجم وبعمل شكل كويس الفريق هجومي، كان بيعمل شكل كويس للهجومي من غير ما اكون انا حريص على الدفاع. اي مدرب يفهم الكلام ده على فكره. لو ينزل، كان في مدرب في الليجا اسمه باكو خميس، باكو خومينيز، باكو خومينيز ده كان ينزل يا اما هينزل يكسب ويعمل عرض رائع قدام الريال والبارسا نفسه، يا اما ياخد 5-6. هو ده اللي كان بيحصل، الراجل كان بينزل بينتحر يعني. فاسوري كان بينتحر، بينتحر باسم الزمالك يعني، مش ينتحر برايو بايكانو زي باكو خومينيز كده. وما ينفعش تضمن او تراهن ان انت كل المباريات الشق الهجومي بتاعك هيبقى موفق ويجيب اهداف. ممتاز ممتاز. لكن مش متوقع ان انت كل الهجمات اللي تيجي عليك ما تدخلش اهداف، زي بالزبط. الداخليه وزي فرق كتير جدا حتى كسبتها كنت كسبان سكور 5 ودخل فيك هدف. دي حقيقة. فكلامك مظبوط 100%، لان الكوره من الالعاب حتى اللي ما فيهاش ضمان 100% للنجاح. لو عملت كل حاجه يعني، في العاب ثانيه لو ضمان عملت كل حاجه انت كسبان. في الكوره لا، مش ضروري على فكره يعني، مش غالبا في الباسكت، في اليد، في الالعاب الجماعيه، الطايره مثلا غالبا عملت كل حاجه هتكسب. بالظبط. مفيش يعني العشوائيه موجوده طبعا في كل الالعاب، الخطا البشري موجود، بس في الكوره فعلا عشان الجون نادر فمش بهذه السهوله.